السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف منصة جميلة جدا اسمها ستورم بورد. دي بتنظم العمليات بتاعتك والشغل بتاعك. فانت ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل تيم وتضيف الناس اللي انت هتشتغل معاك. اللي هو المجاني دوت بيديك 5 يوزر. ممكن نقول له بقى احنا عايزين ننضم الجوين ستورم، فبتكتب الاي دي والستورم كي عشان تنضم. ممكن يكون حد مثلا بعت لك دعوة او عايزك تنضم معاك. كريت استورم، نبدأ نعمل استورم جديدة خاصة بينا، وليكن مثلا هنسميها بيم اريبيا. بنقول له بيرسون ستورم او تيم ستورم لو احنا عاملين تيم، احنا لسه ما عملناش تيم. تمام، ليك كام واحدة؟ ليك 5 بيرسون ستورم يوزر. ممكن تختار بقى التمبليت، في حاجات كتيرة جاهزة بالاشكال ديت، وفي حاجات بيقولك اختار بقى حسب مثلا حاجه خاصه بالسيلز بالإدوكيشنال، في حاجات خاصه بالاجايل، في حاجات خاصه باللين الكامبان. فتقدر تختار المنصه اللي انت عايزها، التمبليت اللي انت عايزه، وقول له ده اللي انا اخترته. وممكن تختار ان انت تحط لك بعض المعلومات. ممكن نقول له هنا بقى انا عايز اعمل كاستمايز للسيلكشن دوت. هنا بتبدأ تشوف الجايد، هاجي هنا هدوس دبل كليك، فبيبدأ يقول لي انت عايز تضيف تكست ولا وايت بورد ولا صورة ولا فيديو ولا اندكس كارد ولا فايل. فهقول له مثلا دلوقتي يخليها تكست، وليكن مثلا ريفيو، بقول ان انا عايز اراجع حاجة معينة مثلا. تمام، فبيبدأ يعمل لي البورد بالشكل دوت. نقدر نيجي هنا ندوس دبل كليك واقول له ايه ابروف بالشكل دوت اهو. ممكن برضو توصل الحاجات ببعض بالشكل دوت اهو، وتكتب اي حاجة هنا مثلا من بينهم. ممكن اجي هنا واكتب كومنت معين عشان افتكر انا هراجع على ايه مثلا، حاجة زي كده. ممكن تبدأ تضيف مثلا أي معلومات عايز تضيفها هنا، فوت مثلا عايز تضيف فوت، عايز أساين أتاسك تقول مين اللي هيعمل العملية ديت. تمام، فطبعا مفيش حد غيري. تمام، ولو خلصت تقول إنها كومبليت. تمام خلاص، هي أساين، فهيجيلك تنبيه إن في حاجة المفروض إن أنت تعملها. تمام، فأنا شايف إنها حاجة ظريفة وسهل جدا في الاستخدام. يعني سهل جدا مثلا تخلي دي مثلا دي الحاجة اللي هتعملها ودي الحاجة اللي شغال فيها، وسهل تنقلها من هنا لهنا بالشكل دوت. هتلاقي هنا ايه دي، تقدر تعدل زي ما انت عايز. ممكن تعملها لوك، ممكن تعملها كونفيرت تو اندكس كارد، ممكن تنسخها، ممكن تعملها دوبليكيت وهكذا. ممكن تغير شكلها وهكذا. ففي شوية حاجات ممكن تقدر تعملها هنا. ممكن تقدر تركز، ممكن تعمل زوم مثلا معين بالبقرة اهوت. ممكن تغير اللون بتاع كل واحدة فيهم لو انت حابب. طيب خلينا نضيف حاجة مثلا، ادوس دبل كليك واقول له لا ده انا عايز وايت بورد، وتقول له انا عايز ستارت وايت بورد. فافتح لك وايت بورد تشتغل عليها وترسم زي ما انت عايز تشرح. يعني شخبطت ساعتك شلوت الامام يا فندم. تمام، فخلاص بقت موجودة بالشكل دوت، وانا هنبهه ان دي مرتبطة دي بالشكل دوت. نقدر نضغط كليك ونختار صورة معينة من اللوكال فايل. ونختار الفينكس اللي هو الطائر العنقاء بالشكل دوت. تقدر تضيف ايه تاني؟ تقدر تضيف فيديو، تقدر تضيف اندكس كارد، تقدر تضيف فايل من جوجل درايف او من البوكس او من اي حاجة تانية زي ما انت عايز.